فثلاث سور في القرآن أحسن من البيض والسمك لتنشيط الذاكرة، اللي هي الرحمن والقمر والمرسلات. إذا حفظت تلك الآيات أصبح عندك تنشيط في الذاكرة، تعرف مكان ويل يومئذ للمكذبين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه تتكرر في السور الثلاث، فلو رأيتها أنا أقرأ الرحمن وأسمعها وأرى أنها فيها شيء يتميز عن المرسلات. ما هو التميز؟ انظر إلى الخطاب في سورة الرحمن، بس رد بسيط على أساس ما أطول عليك. الرحمن هي الراحة، أن الله يحشر المؤمن في زاوية، المؤمن الذي يحبه، ويبدأ بهذا الافتتاح الجميل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ثم تستسلسل الآيات بجمال، ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. عتاب جميل من الله للمؤمنين، ولكن حينما يضع الكافر في زاوية يأتيه وكأنها سبابة: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. ثم بعد ذلك تأتي ما يقرعه من الخوف: هذا يوم لا ينطقون ولا تأتيك الآيات. أما القمر فاسمها سورة المعلم، أن يقول لك آيات في العلم ثم يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا أردت أن تتعلم البلاغة فلترجع، تترك كل الكتب وترجع إلى القرآن. والله لم أقرأ كتاب بعد الأربعين إلى الآن، ولم أقرأ كتاب في لغة العرب، ولم أدر أنا حداد مهني، لكن حينما رجعت إلى القرآن وجدت أن القرآن يبني اللسان، يجعل لك قوة في الحجة. لماذا؟ لأنه ليس تستطيع أن تستخدم مفردات منه حتى في المحاجة العامية. هذا ما أردت أن أقوله. إذا أردت أن تستجد لغة فعليك بالقرآن.